طيب استغفر الله، يتوب علي، الله يتوب علي، والله كنت صغير بس كنت المقصد اني افرح اهلي. فضايح ذي. المقصد اني افرح اهلي. حلو. والله يا جماعه الخير. هذا الحين امي تشوفني، امي يمه والله العظيم كنت اسوي ذا الشيء، والله العظيم اني ودي افرحكم. شرينا ديك ودجاجه. ديك ودجاجه. نبي ننتظر انها تبيض، ننتظر انها تبيض، ننتظر شو اسمها؟ ما باضت. ما باضت. بيذبحونها. ها؟ بيذبحون الدجاجه. ليه؟ اهلي خلاص. إيه؟ ما ما إيه عاقر ما 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 فقل من اكله. ف قلت لا في خطه ان ايش؟ عشان افرحهم. صرت اخذ بيض من الثلاجه واحطها اخرب. شفت اللي تحتها الله يكرمكم ذي الاشياء. احطها على انها تو بايضه. يعني حيستن بذل ذل الموجود. كل يوم ابوي ما شاء الله باضت البيض، وشوف جابت بيض. اي سمعت صوت منها قاعد ما شاء الله. وانت جيب الثلاجه. كل يوم اسوي ذا الحركه. شلون كشفت؟ مره نسيت ابوي بينزل بعد الغداء، دائما ينزل للدجاج وذا يشوفه. نسيت والقط لك بيضه، انا كنت احطها من الظهر. ايه؟ بارده. وانزل احطها. ابوي جاب مسكها قال وش ذي؟ وش ذي؟ وش ذي الدجاجه ذي الفريزر؟ مسكها قال بارده ذي وش ذي؟ المهم اعترف من اللي جايب هذا، ما ادري شلون انا والله العظيم. فكان المقصد اني والله اني افرحهم. لا انت فرحت مالك وزودت في عمر الدجاجه. اي والله اي ضعيفه. فكان يعني كان هذا المقصد والله. يبا يمه ترى هذا كان اول مره اصرح بالتصريح. كنت رابع ابتدائي. طيب طيب انت يا عبد الوهاب. دهاب عنده مطمه. عنده مطمه صح. اكيد ابوك ما يشوف. ما يشوف ابوك اليوم؟ ما شاء. ايه اليوم عنده محاضره. ما شايف وش. طيب والله ما لا قد ادري ترى ما ادق على اخوه.